انا ابتديت في الشبكه هنا في مصر من اول تدريب وطني تم تنظيمه سنه 2007. كنت الاول مثقفه قرين متطوعه في جمعيه اهليه، وبعدين اول حاجه عرفتها عن الشبكه ان هي بتقدم بس دعم تقني للجمعيات والمنظمات والهيئات والمبادرات اللي بتشتغل مع الشباب. دعم تقني يعني ايه؟ يعني أهل الشباب اللي هم يبقى عندهم المهارات والتقنيات اللازمة اللي هم يوصلوا بيها المعلومة، سواء كانت صحية اجتماعية، للشباب اللي زيهم لأقرانهم من خلال طرق هم بيحبوها. يعني مش هعمل محاضرة، مش هعمل ندوة، مش هعمل سيمينار، أكتر ما أنا هبتدي أبسط المعلومة عن طريق تمرين أو لعبة أو حتى عن طريق استخدام الميديا، سواء كان الإعلام، الأفلام القصيرة والمناقشة ما بعد العرض، اشراك الشباب في مناقشة ما بعد العرض سواء كان فيلم أو مسرح، لإدماجهم مع الشخصيات واللي هم يعيشوا الدور الشخصية وإزاي ممكن يتفاعلوا معاها بطريقة إيجابية. ده كله علشان الشباب كلهم بيشتغلوا مع بعض ويقدروا يوصلوا لأسلوب أو سلوك صحي، حياة صحية أكتر أمنة. خبرتي مع الشبكة أو واي بير فادتني في إيه في حياتي؟ اولا انا ما كنتش من الشخصيات الاجتماعيه اللي ممكن تتكلم مع الناس بسهوله، لكن انا يعني درست شويه في كليه التربيه ازاي اقدر انقل المعلومه بس للطلبه مش لشباب زيي، فيمكن ده فرق شويه معايا من اول ما ابتديت ان انا اعمل تدريبات، اللي هو لا دي مش حصه وده مش فصل دراسي، اكتر ما احنا شباب قاعدين مع بعض ونتكلم على مواضيع تهمهم. انا النهارده في اجتماع الشراكه والتشبيك مع الجمعيات الشريكه، قد ايه من اول ما بدانا ان احنا كان 4 أو 5 جمعيات بس معانا، لحد النهارده ما وصلوا اكتر من 35 جمعيه اهليه على مستوى الجمهوريه. قد ايه سعيده جدا ان انا ابتديت مع بدايات الشبكه من 2007، هي الشبكه ابتدت 2005. من 2007 لحد دلوقتي شايفه قد ايه الشراكات بتكتر وبتقوى، مش بس اللي احنا بنشبك وبنمضي بروتوكولات تعاون وخلاص، اكتر ما هي لا يعني ازاي بنقدر فعلا نشبك ما بين الجمعيات والشباب الموجودين على مستوى المحافظات، ازاي يقدروا يساعدوا بعض، ازاي يقدروا يوفروا الخدمات لبعض، مش بس تمويل لان احنا شبكه مش بتقدم تمويل، ازاي يقدروا الشباب يستفيد ويقدر يكون مشارك فعال في المجتمع.